ميو وكريس هن الحياة، هن خلقوا بريئين وبعدهم مكفين. أنا عندي ولدين، جيوفاني الكبير وكريس، بيصغروا لجيوفاني بسنة وشهرين. جيوفاني أول ما خلق كان بيبي طبيعي، يحكي كم كلمة اللي بيقولوها الأولاد الصغار. بس خلق كريس سكت، ما عاد حكي ولا كلمة. صار يقولوا للبيدياتر وغير ناس إنه هيدي غيرة، بس مع الوقت صار يبين إنه في شيء مش غيرة، في شيء غلط، في شيء بكريس وجيوفاني اثنيناتهم ما عم بيحكوا، ما بحبوا يتواصلوا مع العالم، ما بحبوا يشوفوا العالم، كل واحد منهم بحب يقعد لحاله يلعب بغراضه لحاله، حتى ما بحبوا كتير يلعبوا باللعب. هذا الشيء فرجينا انه في شيء لازم نشوف حدا يقلنا شو المشكلة اللي عندهم اياها. بلشنا اول شيء شفنا بسيكولوج، وبس شفتهم قالت لي انه جيوفاني وكريس عندهم توحد، وصرنا ننتقل عند نوروبيدياتر وكذا حكيم، وعملنا كتير فحوصات ومزبوط طلع انه عندهم توحد. جيوفاني 13 سنة وكريس 12 سنة، خيين عندهم توحد. هي صدمة كبيرة، مثل ما قلت إنه مش ولد واحد، الاثنين طلعوا عندهم توحد. كانت كتير صعب بالنسبة لإلي، وبعده صعب لهلأ، لأنه تتعاملي مع ولد عنده توحد يعني عندك التزام وحضور لإلهم ولاحتياجاتهم 24 ساعة، ما فيك ما تكوني حدهم. يلا حركهم، يلا حركهم، يلا خلطهم بعد، خلطهم. إذا صرخ بدك تعرفي ليه، إذا بكي بدك تكوني عارفة ليه، لأنه هو ما رح يعرف يعبر لك، خصوصاً وقت ما كانوا يحكوا ولادي. هذا كتير صعب، نفسياً بتتعبي، جسدياً بتتعبي. كانت صدمة كتير كبيرة، بس مع مرور السنين بتصير بتتعلمي كيف تتواصلي معهم وكيف يتواصلوا مع غير العالم. صار لهم حوالي 10 سنوات بمؤسسة سيزوبيل، هي بيتهم الثاني والمكان اللي بيشعروا فيه بالأمان. كريس كان عمره 3 سنين وجيو كان عمره 4 سنين. كانت أول سنة بيروحوا على سيزوبيل، بلشوا جاردوري هن لعمر 6 سنين تيرجعوا ينتقلوا على غير باتيما، وهونيك بلشنا، هونيك بلشت الحياة تمشي. يعني من هون أنا بقول إنه بلشت البداية، إنه صرت أعرف كيف بدي أتعامل معهم. هن يكونوا مبسوطين لأنه في حدا عم بيعرف كيف يتعامل معهم. هي اللي ساعدتهم وانا عم كفي مساعده من خلالهم، هن اللي عم بعلمونا اياه تنعطيهم للاولاد. يلا تعبي، خليك تمام. هالمؤسسه هي سند العيله، والعاملين فيها دائما حاضرين لمساعدتهم، تحمل همهم وهم أولادهم، وخاصة بالظروف والمحن الصعبة اللي عم بيمروا فيها اللبنانيين اليوم. نحن ما بنشتغل لوحدنا، أول شيء وخاصة التوحد هو بحاجة لفريق عمل متعدد الاختصاصات، وأكثر شيء الشغل بيكون مع العائلة، لأنه نحن والعائلة بدنا نفكر سوا بمشروع هالولد، إن كان الآن وكان للمستقبل كمان. وكل شيء بيحصل بالمؤسسة بنحكي مع العائلة، والعائلة كمان عطول بنضل على تواصل معه. جيوفاني وكريس بيحبوا وجودهم بهالمكان، اتطورت قدراتهم، ومع البرامج الخاصة بالولاد والمتابعة بدأوا يندمجوا مع محيطهم، وهالشي
لمسوا الأهل بولادهم وريحوا نفسياً وسهل التعامل معهم. التواصل مع العالم كتير تغير، يعني هن وصغار ما كانوا يحبوا أبداً يجي لعنا حداً، ما بحبوا يشوفوا حداً، بحبوا يقعدوا لحالهم. هلأ بالعكس بحبوا يشوفوا حداً يجي لعنا، بحبوا يروحوا عند حداً. هيدا التواصل هو أهم شيء بالنسبة لإلهم، كتير تغير. يعني مثلا عندي كريس، انا صار بيكتب وبيقرا، محطوط مع اولاد تقريبا بهيدا النيفو، جيو بغير صف مع الاولاد كمان اللي بذات النيفو، ما بياخذوا على العمر. هلا اكيد مش كثير الصغار بينحطوا مع الكبار، بس هن بياخذوا النيفو وبحطوهم مع بعضهم وما بيكونوا كتار بالصف. بس يكون في ولد مصاب بإعاقة بالعائلة بيقدر يخربط انسجام العائلة، بيقدر يزعزع هالانسجام، وكل هدفنا نحن نكون حدا لحتى نرجع يصير فيها اللحمة وتكون هالعائلة عم تكون حاضنة ابنها مع أولادها الباقيين وتكون عم تشتغل هي وياهون مع السند اللي بتقدمه سيزوبيل من ناحية التقنيات ومن ناحية التدريب وكل هدول القصص. أكيد اتطوروا، أكيد هذا الشيء ملموس، لأنه مش بس نطور على الناحية الأكاديمية والأشياء التعبيرية، كمان في تطور على من ناحية الاستقلالية، كيف يهتموا بحالهم، كيف يهتموا بنظافة المطرح، كيف ياخذوا مسؤوليات صغيرة حتى بالبيت، وكمان تطور من خلال اللقاءات الجماعية مع الجروبات، إنه تما يضلوا كل واحد لوحده بعالمه. أيام بالأسبوع بينطروا جيوفاني وكريس الروحة على المركز بحماس واندفاع، وبيعبروا بطريقتهم الخاصة. كتير تغيروا، وهو مثل ما الكل يمكن بيعرف اللي عنده توحد ما بحب شيء اسمه تغيير، هنا بحبوا يمشوا بنمط معين. صار في اللوكداون، ساعة بدهم يروحوا على المدرسة، ساعة لا، سكرنا، عدنا بالبيت، ما فينا نروح محل. بدي فسر له لابني إنه أنت ما فينا نظهر، ما رح مش عم يفهمن، يصير في صريخ، يصير في بكاء، يصير في تعصيب. رجعنا فترة، رجعوا صاروا يروحوا على المدرسة، رجعوا شوي تأقلموا، رجعنا قعدنا بالبيت من قصة كمان اللوكداون، رجع صار مرة تانية وقصة الكورونا، صاروا يشتغلوا أونلاين، مش حالهم. رجعنا وقفنا، رجعنا رحنا على المدرسة. فهذا التغيير كله بس كتير بضايقهم، ما بحبوا شيء اسمه تغيير، خصوصا مثلا اذا اجت الكهرباء، رحت الكهرباء، في انترنت ما في انترنت، هذا كتير بضايقهم، ما بحبه، ما بحبه، نمط ماشيين فيه بحبوا يضلوا ماشيين فيه. وللاسف انه ما قدرانين نكفي هيك مثل ما هن بدهم، لانه كل شيء عم بيتغير، قلنا سنتين وشوي كل شيء فيه هو ماشي التغيير. اتخذ القرار بفتح المركز بس 3 ايام بالاسبوع والباقي اونلاين، الامر اللي صعب المهمه على الكل وبالاخص على الاولاد، فانكسر النمط المتعودين عليه والتغيير المتكرر اذاهم واثر عليهم سلبا. هيدي الفترة أصعب فترة مرقنا فيها بحياتنا. خلينا الأيامات اللي ما بنشتغل فيها ضلينا أونلاين. هون إجتك مشكلة جديدة بالأونلاين، يلي هي إنه ما في إنترنت، ما في كهرباء، ما في تابلتس بالبيت أوقات عند الأولاد لا يقدروا يشتغلوا عليهم، وإذا تخربت التابلتس مش قادرين يجيبوا محل للأهل أما يصلحوها، لأن صار كله فريش دولار الحمد لله. عم نلاقي كمان صعوبة بس يجوا على المركز، أكيد عم بكونوا كتير مبسوطين، ولكن هالشي كمان بيأثر عليهم، لأنه هن تكرار وهالحضور اليومي ضمن برنامج بنتبعه على أكيد بنتبع على الصور، انه شو في عندهم برنامج بهيدا النهار، هيدا كتير بيساعدهم بيريحهم كمان. بس والام هون كمان بتلاقي صعوبه، لانه شو بدها تعمل لابنها خلال هالنهار؟ الولد اللي عنده اعاقه صعب يندمج مع غير اولاد عاديين، ما فيهم يفوتوا على مدرسه عاديه، بدهم مؤسسات اجتماعيه، لازم الدوله تتطلع فيهم، عن جد لازم تتطلع فيهم.
لأنه حرام يسكروا، لأنه أكترية الأولاد صاروا بالبيوت وهيدا ما بينفعهم، بالعكس هيدا بيضرهم. ألو كيفن؟ الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة هن بحاجة لرعاية ومعاملة مختلفة ومتخصصة نتيجة إصابتهم بنوع من الإعاقة الجسدية أو العقلية اللي بتمنعهم أو بتأخرهم من التأقلم والانخراط بالمجتمع مثل الآخرين. المؤسسات الاجتماعية التي تعنى بشؤون هالأشخاص تلعب دور كبير بحياتهم وبحياة عيالهم، وهي الملجأ والبيت اللي بيحضنهم، ولكن هالمؤسسات مهددة بأي لحظة بالتسكير لصعوبة الأوضاع بلبنان، ومع مجرد وجود هالاحتمال يهدد مصير مئات الأشخاص اللي بتنتمي لهالمؤسسات. أكيد الخطر كتير كبير، كل المشاكل الحياتية اللي عم نعيشها ما نهينا على حدا، لا لكل الأشخاص العادية إذا فينا نقول، كيف بالحرة على الأشخاص يلي عندهم إعاقة ويلي عندهم حاجات إضافية مكلفة كتير. نحنا تنمشي السنتر بدنا على القليلة كل يوم، لأنه في عنا تقريباً 5 بنايات 150,000 لتر مازوت لا يمشي. هيدا بعد ما حكينا شتوية، يعني الشوديرات بدهم يمشوا، حق الفورنيتور اللي عايزين الولاد قدي صار، حق التيابهم إذا فينا نفكر كمان شو مشاكلهم مع عيالهم، كل البرسونال. نحنا بهيدي الأزمة فقدنا، أما كان في 40 شخص قدم استقالته، هالأربعين شخص قدموا استقالتهم، هلأ مش قادرين نرجع نجيب بدالهم. قدرنا نوصل ناخد 10، بعد في 30، مشان هيك مش قادرين نقلع مع أولادنا بالطريقة العادية يلي هن 5 أيام من الكمانة للتنتين ونص مثل العادة. مصير هالمؤسسات بعده مجهول، متكلين على يد الخير اللي عم تمتدلن من الخارج. ووزارة الشؤون الاجتماعية من آذار 2020 وحتى اليوم ما غطت التزاماتها للمؤسسات الاجتماعية التي تعنى بالإعاقة، مع العلم أنه بعده سعر الكلفة اللي بيتقضوه على الولد من سنة 2011 وغير مدروس على كلفة اليوم. قديم نضاين؟ عن جد ما بعرف. فينا نضاين بعد؟ كمان ما بعرف. الأهل بمشاكلهم كمان، هلأ نحن عم جرب نسند قد ما فينا، قديما نضلنا قادرين كف نسند الأهل كمان ما بعرف، قديما نضلنا حاضنين هالبرسونال اللي يضلوا صامدين كمان ما بعرف. هن من سنتين كان في صرخة إنه كانت بدها تسكر سوزابيل لأنه ما بقى في حدا يقدر يساعد. هيدا الشيء بخوفني، وخصوصا انه هلا اولادنا عم بيكبروا مثل ما غير كمان اولاد عم بيكبروا وعم بيشوفوا انه الحياه منا هينه، على في خوف على كل المؤسسات الاجتماعيه، لانه كمان عم نسمع بالاخبار انه في مؤسسه تسكرت. اكيد هول اولادهم ما بعرف وين عم بيكونوا، اكيد عم بيكونوا بالبيت، وهذا كثير بيأذيهم لإلهم اكثر ما بيأذينا لإلنا، عم بيأذيهم لاولادنا نحن. والدة جيوفانيا وكريس عايشة لتحضن اولادها لراحتهم ولتأمن لهم الجو الانسب بالبيت وخارجه. انا حياتي هن الهوا اللي عم بتنفسه، يعني ما في ما بقدر اعيش بلاهم. وكل ما عم بيكبروا هلا صحيح عم تنمى شخصيتهم وبعذبوا، بس ما بقدر ثاني اقعد بلاهم، وهن بقولها هن البراءة بحد ذاتها، بس عندي على طول خوف انه لا سمح الله نهار يصير لي انا شيء بخاف عليهم.
مع انه انا عم بعيش كل يوم بيومه، انا ما بفكر بعدين شو بده يصيروا اولادي، شو بده يكونوا بالمستقبل. بس عندي خوف انه انا اذا صار لي شيء من بيقوم فيه. مرت بمراحل كتير صعبة معهم، لا تفهمهم ولا تتواصل معهم ولا تربيهم. تقبلت لأنه ما في أعمل شيء، بينما بين بالأول لا ما كتير كان متقبل إنه شو هالفكرة، ليش عنا توحد، من وين إجا التوحد، نحنا ما حدا عنا بالعائلة لا بعائلته لا بعائلتي. هالأيامات بيمرق إنه ما بعرف أتعامل معهم لأنه بكونوا كتير أوفر معصبين، بس الخبرة علمتني إنه كيف أمشي معهم بدرب اللي ماشيين هن فيها. في كتير ناس ما بيعرفوا أصلا شو هو التوحد. مع كل شي فيه عم بيصير فيه توعية، ومع كل شي فيه عم بيطلع بروجرامات وعم بيحكوا عن التوحد وعن المؤسسات الاجتماعية اللي بتعمل اجتماعات، بعد في كتير ناس ما بيعرفوا. كنا بالكنيسة وصار ابني يغني، بقى في مسيو قاعد قدامي وبرم اتطلع فيه وجقرني انه عم بيقول لي خد ابنك ودهاري من الكنيسة. طلعت فيه قلت له مالي ابني عنده توحد. برم سكت ما عاد حكي ولا كلمة، بس حسيت انا انه اذا كل انسان بدي اقعد فسر له ليه ابني عم بغني، طب هيدا صعب علي كمان. هلا يمكن هن معهم حق، هن رايحين على كنيسة رايحين طيصلوا وجيت انا فوت ابني، بس انا ما في كمان احرم اولادي ما يروحوا لا على كنيسه ولا على المحل على محلات ان كان سوبر ماركت اما مطعم، بس كرمال الاشخاص اللي رح ينزعجوا منهم اذا صرخوا اما عيطوا. ما هذا كمان شيء غلط بالنسبه لاولادنا انه نحرمهم.